السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين الشكل ده يبدأ يرسم لنا حاجة، مثلا شكل مربع، شكل مثلث، أي شكل احنا عايزينه. طيب فهاجي هنا وأبدأ أقول له أنا عايز القلم بين، تمام، وأرجع هنا هلاقي البين ظهر معايا، هستعين بإريس أول عشان أمسح. طيب أنا قبل ما أفكر أعمل أي حاجة لازم إن أنا أضيف إيفنت اللي هو أول ما الجو يبدأ، وبعد كده هقول له انا عايز بين داون بحيث ان اي حركة تبدأ انها تسجل. طيب الحركة تسجل يبقى لازم ان هو يبدأ ان هو يتحرك، فلازم اقول له ايه، ابدأ يتحرك لي مثلا بمقدار 100، تمام، وابدأ لف بزاوية 90. طيب الموضوع ده انا عايز اكرره كم مرة عشان ارسم مربع؟ 4 مرات. فهقول له كنترول واقول له ريبيت 4 مرات، ونقول له اريز اول، بدأ يرسم لي مربع بالشكل دوت. طيب انا عايز بقى ما ادهوش كلمة اربعة ديت، لا اربعة دي المستخدم او يعني تبقى متغير كل شوية. طيب نعمل الموضوع ده ازاي؟ انا عايز اسأله هو هيعملها ازاي. طيب فانا ممكن نعمل ايه بقى، عايز اسأله فهدخل هنا واقول له ask what's your number، هو هيديني رقم، الرقم ده احطه في متغير، المتغير ده ممكن نسميه مثلا slides. اروح هنا ال variable واقول له اعمل لي variable وسميه slides. اوكي طيب السلايد ده هيبقى كام؟ اللي هو الانسر الرقم اللي جالنا. طيب هيعمل ريبيت كام مرة؟ هيعمل ريبيت بنفس الرقم اللي جالنا. طيب هيتحرك قد ايه؟ ممكن اقول له اقسم لي 360 على سلايد، ماشي، اقول له اقسم لي اللي هي علامة القسمة على اهي تلتمية وستين على السلايد، السلايد اهو. طيب ويتحرك كم مرة؟ برضو نفس الفكرة، بالشكل دوت. خلينا نمسح، هقول له هنا الرقم بتاعي مثلا 5، انتر. هدوس هنا على ريس اول وبعد كده ابدا اشغل، هيقول لي عايز كام، هقول له مثلا 5، يبدا يرسم لي شكل خماسي. طيب خلينا نمسح واقول له بقى ايه، اعمل واحد تاني شكل سباعي مثلا، يرسم شكل سباعي بالشكل ده. فاحنا المره دي شفنا الفاريبل وشفنا ازاي ان احنا نرسم باستخدام القلم.